السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وفيديو جديد وعرض جديد. النهاردة عروض بند الأسبوعية، عروض بند الأسبوعية يا جماعة. النهاردة لسه توفير يدرس، اللي هو عروض العودة إلى المدرسة، وعروض قوية جدا، نصف السعر، 1+1 مجانا. يعني عروض حلوة جدا الأسبوع ده في كل فروع باندا وهايبر باندا. ولكن كده بقى نبدا مع بعضينا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، النهارده هنقول سبحان الله وبحمده. اتمنى الناس كلها تقول معانا الذكر، ونشوف بقى الفيديو للاخر. هنعمل بقى جوله وتغطيه حلوه جدا في كل عروض باندا الاسبوعيه هذا الاسبوع. يلا بقى بينا نشوف اقوى عروض باندا هذا الاسبوع. وعروض باندا لهذا الاسبوع: عرض على الرماد المصري نازل من 5.95 ريال هللة ل 3.95 ريال هللة. الرماد المصري في كل فروع باندا وهايبر باندا. كمان من العروض الحلوة جدا هذا الاسبوع في باندا، عرض على عنب احمر اللي هو العلبة، نازلة من 6 ريال ل 3 ريال، عرض نصف السعر، او 2.95 ريال هللة بدلا من 5.95 ريال هللة. عرض على العلب الاحمر العلبة. كمان الايام دي في التمر السعودي، التمر السعودي هتلاقوه موجود باسعار حلوة جدا في بند هذا الاسبوع، نازل الكيلو ب4.95 ريال هللة. 4.95 ريال هللة كيلو التمر السعودي المحلي. كمان هنا عروض ال5 ريال في بند، نازل عرض على خص لولو اللي هو العلبة، جاي هنا العرض من 7 ريال ل5 ريال. 5 ريال كمان من عروض باندا الأسبوعية في الفاكهة، في عرض على البرقوق الأحمر تركي، برقوق أحمر تركي نازل الكيلو من 17 ريال ل10 ريال، من 17 ريال نازل 10 ريال، ده تركي، برقوق أحمر تركي. كل المانجا في باندا نازل عروض حلوة جدا، في عرض على مانجا زبدة مصري الكيلو ب9 ريال، وكمان عرض على المانجا اللي هي الفص المصري، شايفين عاملة ازاي، يعني حجمها صغير جدا. مانجا فص مصري نازلة ب19 ريال، بيكون سعرها غالي شوية. المانجا اللي هي تومي المصري نازلة ب6.95 ريال هللة، ومانجا عويس مصري ب9 ريال او 8.95 ريال هللة. في مانجا كيد ب8.95 ريال هللة. كمان في مانجا مصري نعومي 6.95 ريال هللة. مانجا مبروكة مصري ب8 ريال. عروض المانجا، واحنا طبعا في موسم المانجا هتلاقي عروضه حلوة جدا في باندا. كمان في عرض على البطيخ، بطيخ المدور ب2.95 ريال هللة او 3 ريال. البطيخ المدور من الحاجات الحلوة جدا والممتعة جدا في الصيف، من الحاجات اللي احنا بنحرص نصورها دايما. كمان في من عروض الفاكهة نزل العروض على التوت، التوت اللي هو الأحمر، العلبة 125 جرام، برتغالي أو التوت الأسود ده أسباني، التوت الأسود أو التوت الأحمر، العلبة نازلة من 19 ريال ل14 ريال أو 13 ريال 95 هللة. عرض لمدة 4 أيام على طقم أواني طبخ مع غطاء زجاجي اللي هو برستيج، ده 11 قطعة، 11 قطعة. نازل العرض يا جماعة لمدة 4 أيام، ابتداء من يوم الأربع إلى يوم السبت، نازل من 400 ريال ل250 ريال، من 400 ريال ل250 ريال، 11 قطعة، اللي هو اسمه برستيج. كمان في عرض هنا على كدر مستر كوك من الستال ستيل 20 سنتي، بغطاء، يعني بغطاء يدين كمان، هو من السيليكون مثلا اللي هو اللي قدامنا ده 20 سنتي، نازل ب40 ريال بدلا من 84 ريال. عرض اكثر بنصف السعر، ده عرض اسبوعي او حتى نفاذ الكمية، هو مفيش غير واحدة فقط يعني في الفرع اللي انا موجود فيه ده. فطبعا نسبة الخصم حلوة، ومستر كوك من
من الماركات الحلوة يعني، وده من الستال ستيل 20 سنتي وبغطاء كمان نازل من 84 لـ40 ريال. في كمان عرض هنا على لانش بوكس طقم علب كلاسيك مربع أربع قطع نازل من 13 ريال لـ8 ريال، من 13 ريال نازل 8 ريال طبعا من البلاستيك. 4 قطع لانش بوكس ده نازل من 13 لـ8 ريال في باندا وفروع باندا. عروض المية في باندا، في عرض على مية باندا الباكت اللي هو 6 حبات الواحدة لتر ونص نازل بـ5 ريال او 4 ريال 95 هلة بدلا من 8.5. ده من عروض المية، عرض قوي جدا. عروض المية اللي هي باسم باندا دي من العروض الحلوة. في كمان عرض هنا على ايفال برضو 6 في لتر ونص نازل برضو 1+1 مجانا، الاتنين مع بعض نازلين بـ9.95 ريال اللي هو ايفال برضو الواحدة لتر ونص الباكت فيه 6. يبقى ايفال وباندا عرضين حلوين جدا. في اوسكا كمان، اوسكا برضو نزل عليها عرض برضو هنشوفها في مكان تاني. عروض عصائر الكرتون، واقوى عرض موجود في عصائر الكرتون وطبعا اللي هو بيكون عليه كوبال كبير جدا اللي هو شراب البرتقال اللي هو الربيع 21 حبة، الحبة 125 ملي. الكرتون نازل من 21 ريال لـ16 ريال او من 20 ريال 95 هللة لـ15 ريال 95 هللة، يعني تخفيض 5 ريال في الكرتون. الكرتون في 21 حبة، الحبة الواحدة 125 جرام طبعا من الانواع اللي بيكون عليها كوبال كبير جدا في طبعا المدرسة يعني عروض العودة الى المدرسة. في كمان الربيع اللي هو التوت المشكل، التوت المشكل برضو نفس سعر البرتقال هنا برضو بدلا من 21 16 ريال، كميات كبيرة موجودة. مبخر في باندا، في عرض على حليب مبخر بوك الواحدة 170 جرام نزل عرض حلو جدا نصف السعر من 20.5 نازل 9.95 ريال اللي هو الـ5 حبات. في كمان عرض على حليب مبخر الخير الواحدة 170 جرام برضو الـ3 حبات نازلين من 9.75 ريال لـ8.5 ريال الـ3 حبات. في كمان بوني الحجم الكبير، بوني حجم الكبير اللي هو 410 جرام نازل الحبة الواحدة من 8.5 لـ6.95 ريال. في كمان هنا ابو قوس اللي هو 133 ملي، حليب مبخر 133 ملي، الـ3 حبات نازلين من 18 لـ10.95 ريال. في هنا لونة بقى، في اكتر من نوع في لونة، لونة حليب مبخر بالزنجبيل 170 جرام الـ4 حبات نازلين من 15.80 ريال لـ8.95 ريال. في حليب لونه برضو اللي هو الكرك، حليب لونه مبخر كرك ده 170 جرام نزل 4 حبات بـ9 ريال بدلا من 17 ريال. في كمان حليب لونه مبخر اللي هو العادي كامل الدسم الـ4 حبات نازلين 9 ريال بدلا من 14 ريال. حليب مبخر اللي هو لايت 170 جرام الـ4 حبات 9 ريال بدلا من 15.95 ريال. يعني لونه فيه انواع كتيره جدا. دي طبعا عروض الحليب المبخر. في كمان ميزه حليب مبخر شبيه حليب مبخر ميزه 170 جرام 3 حبات نازلين بـ6 ريال بدلا من 8.95 ريال، يعني 6 ريال بدلا من 9 ريال. عروض الحليب المبخر في باندا. عروض شراب الشعير، عروض شراب الشعير في باندا، في البريبيكان بيبقى فيها 6 الواحدة 250 ملي، في الفراولة والرمان والتفاح والعادي الباكت نازل من 16.5 لـ10.95 ريال 10.95 ريال. كمان في عروض على الشراب شعير اللي هو كلاس الباكت الواحدة 330 ملي، في 6 نازل من 27 لـ23 متنوع كل الانواع منه، كل الانواع منه اللي هو اسمه كلاس ده بـ23 ريال 6 في 330 ملي. في كمان عرض على الهولستين شراب شعير بشكله الجديد، الشكل ده لسه يعني هم مغيرين الكرتونه، هو 6 في 330 ملي نازل من 36
من 36 ل 29 ريال او 28 ريال 95 هلله. الموسي معلوش عروض، مش شايفين عليه عرض. عروض شراب الشعير، عروض شراب الشعير في بند. من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عرض على الزبدة الغير مملحة اللي هي المراعي، عرض نصف السعر. نازل العرض من 20 ريال ل10 ريال، علبة كده فيها ثلاثة، الواحدة 100 جرام، يعني ثلاثة في 100 جرام، نازلين من 20 ريال ل10 ريال على زبدة المراعي، زبدة غير مملحة، زبدة طبيعية. من أقوى العروض في باندا عرض على كريمة الطبخ اللي هي بوك 500 ملي، نازل 2 زائد 2 مجانا، يعني الأربع حبات نازلين من 64 ريال ل30 ريال أو 29 ريال 95 هللة. كريمة الطبخ بوك 500 ملي 2 زائد 2 مجانا، يعني عرض أكثر من نصف السعر. هتلاقي كمان هنا كريمة الطبخ اللي هي المراعي 1 لتر نازلة من 28 ل18 ريال، يعني تخفيض 10 ريال. كمان كريمة الخفق برضو 18 ريال 1 لتر برضو اللي هي المراعي. كمان في هنا كريمة الخفق اللي هي نادي 500 ملي نازلة من 16.5 ل13 ريال. فيكتوريا كريمة الخفق 1 لتر نازلة من 28 ل20 ريال، عرض قوي جدا اللي هو بوك 2 زائد 2 مجانا، الأربع حبات نازلين من 64 ل30 ريال. عرض حلو جدا، وعرض يعني يعتبر نصف السعر، يعني قريب من نصف السعر. شبيهة زبدة غير مملحة نادك اللي هي الواحد كيلو نازلة من 46 أو من 47 ريال، نازلة 25 ريال، 25 ريال بدلا من 47 ريال اللي هي الكيلو. زبدة غير مملحة نادك 25 ريال بدلا من 27 ريال. كمان من عروض الزبدة في زبدة الأرباك اللي هي 200 جرام غير مملحة نازلة من 15 ل11 ريال اللي هي 200 جرام. زبدة غير مملحة 200 جرام اللي هي الأرباك. كمان في الأرباك برضو 200 جرام اهي نازلة برضو 10 ريال 95 هلله بدلا من 15 ريال. عروض الزبدة في بند هذا الأسبوع، في كمان بريزيدنت اللي هي 100 جرام الاتنين حبة نازلين من 15 ل 12.5. عروض الزبدة في كمان هنا برايد اللي هي 100 جرام الواحدة نازلة ب 4 ريال وربع بدلا من 5 ريال. طبعا عرض اللي هو شبيهة الزبدة غير مملحة نادك اللي هي الواحد كيلو دي نازلة من 47 ل 25 الواحد كيلو، ده عرض حلو جدا. عروض الزبدة في باندا هذا الاسبوع، اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض قوي جدا، عروض العودة الى المدرسة في باندا هذا الاسبوع عروض قوية جدا. عرض على حليب السعودية اللي هو الكرتون، الكرتون 12 لتر نازل من 76 ل 59 ريال، الكرتون 59 ريال وكميات كبيرة جدا موجودة، ما شاء الله هتلاقوه موجود في كل فروع باندا وهايبر باندا هذا الاسبوع. حليب السعودية 12 لتر الكرتون نازل من 77 ل 59 ريال. عروض العودة للمدرسة في باندا عروض على الكيك، كيك الحفلة اللي هو بالفانيليا سويتز نازل من 9 ريال ل7 ريال. كمان ميني كوب كيك سويتز برضو نازل من 9 ريال ل7 ريال الواحدة. في كمان هنا اللي هو سيفن ديز، كل الأنواع منه نازل من 10 ل7 ريال، توفير 3 ريال كل الأنواع اللي هو السيفن ديز. عروض الكيك طبعا دي حاجات مهمة في المدرسة. عروض الزبدة اللي هي بتتباع بالقالب اللي هي بالكيلو، خليط زبدة مملحة، نخلي بالنا ان دي زبدة مملحة ما جرينا، الكيلو نازل من 19 ل10 ريال، يعني توفير 9 ريال. زبدة مملحة بتتباع بالكيلو ب10 ريال بدلا من 19 ريال، يعني توفير 9 ريال. عروض الرنجة في بند هذا الاسبوع، في سمك رنجة مدخن اللي هو المرجان اردني 250 جرام نازل من 17.5 ال 12 ريال اللي هو الربع كيلو. في كمان سمك رنجة مدخن زينة مصري نازل ب 10 ريال 95 هلله او 11 ريال اللي هو ال 250 جرام بدلا من 14.5. في كمان شرائح لحم بقري مدخن نازل الكيلو 35 بدلا من 46. عروض على ماء الورد، ماء الورد اللي هو جواد او هو اسمه جواد،
100 ورد جواد، الواحدة 330 مللي، 1+1 بريال 95 هلل، يعني الاتنين بريال 95 هلل بدلا من 3 ريال. في بقى يعني أنواع كتيرة جدا متنوع كل الأنواع منه. ماء الورد جواد 1+1 بريال 95 هلل بدلا من 3 ريال. عروض السكر في بند هذا الأسبوع، نازل عرض على سكر الأسرة. سكر الأسرة اللي هو 5 كيلو نازل ب 17 ريال 95 هللة، سواء اللي هو الناعم أو الخشن الأسرة، بدلا من 30 ريال. ال 5 كيلو نازل ب 17.95 هللة أو 18 ريال. كمان في هنا أرز للحلويات ناعم صيص، ده 1 كيلو نازل 9 ريال بدلا من 11 ريال. كمان في عرض على سكر الأسرة ناعم اللي هو الأظرف، الباكيت 500 جرام يعني 100 مغلف، الواحد 5 جرام يعني 500، نازل من 10 ل 8 ريال. وكمان اللي هو السكر، سكر البني، سكر بني الأسرة 500 جرام نازل من 19 ل 17، وسكر مكعبات الأسرة 500 جرام نازل 8 ريال بدلا من 10 ريال. نشوف كمان بديل السكر، بديل السكر نازل على استيفيانا، بديل السكر اللي هو 50 عبوة نازل من 19 ل 12 ريال، 50 عبوة الواحدة 125 جرام 12 ريال بدلا من 19 ريال. في كمان نوع تاني، النوع اللي قدامنا ده نازل من 20 ل 12 ريال، 75 جرام 75 جرام. كمان في هنا برضه اللي هو 50 حبة نزل من 20.5 ل 15 ريال، 20.5 ل 15 ريال. كمان في برضه هنا سكر، طبعا بديل السكر اللي هو سويت فيت، نازل 1+1 من 40 ل 19 ريال، من 40 نازل 19 ريال. طبعا دي كله عروض السكر وبديل السكر في بندا هذا الاسبوع. عروض الطحين او الدقيق في بندا، نازل عرض على طحين اللي هو فوم، طحين فوم ده نازل 5+5 مجانا، 5+5 مجانا اللي هو الواحد كيلو نازل يعني اكثر من نصف سعر، هو نازل من 35 ل 14.5، من 35 ل 14.5 اللي هو سواء بقى الايه الابيض او البر، سواء الابيض او البر. كمان في عرض على طحين اللي هو الطحين الكويتي اللي هو الواحد كيلو نازل 4 حبات من 24 ل 20 ريال، الاربع حبات الحبة كيلو من 24 نازل 20 ريال. كمان في عرض على طحين الاولى، طحين الاولى اللي هو الخمسة كيلو، طحين الاولى الخمسة كيلو نازل من 15 ل 12 ريال، من 15 نازل 12 ريال. عروض الطحين في بندا هذا الاسبوع. من اقوى عروض بندا هذا الاسبوع عرض قوي جدا في الزيوت، زيت درة شهية 9 لتر نازل من 115، من 115 نازل 70 ريال، 70 ريال يعني توفير 45 ريال. زيت شهية ده زيت درة الحجم الكبير اللي هو 9 لتر 70 بدلا 115 ريال. وعروض بند هذا الاسبوع عرض على زيت شمس، زيت شمس دوار شمس 9 لتر نازل من 120، من 120 نازل 75 ريال، ده زيت دوار شمس، زيت دوار شمس حجم عائلي شمس نازل من 120 ل 75 ريال. من اقوى عروض هذا الاسبوع. برضه اقوى عروض الاسبوع عرض على زيت نور، زيت نور اللي هو دوار شمس، الباكت اللي هو بيجي فيه 2 في 100 في لتر ونص نازل من 45 ل 25 ريال، 45 نازل 25 ريال. كمان في عرض على زيت العربي او زيت شمس اللي هو 2 في لتر ونص نازل من 40 ل 18 ريال. زيت العربي او زيت شمس، يعني زيت دوار شمس او زيت نباتي العربي، من اقوى عروض هذا الاسبوع، نازل من 40 ل 18 ريال يعني الواحده ب 9 ريال. عروض السمنه في بند هذا الاسبوع، عرض على سمنه مازولا، سمنه نباتي مازولا 400 مللي نازله من 16 ل 10 ريال 95 هلله. كمان في عرض على سمنه المراعي 800 جرام نازله من 57 ل 34 ريال، من 57 نازله 34 ريال. عروض السمنه في بند هذا الاسبوع. عروض المكرونه في بند هذا الاسبوع، عرض على مكرونه ايطاليانو الاربع حبات نازلين ب 13 بدلا من
20 او بدلا من 19.80 هلله. كيس الواحد 400 جرام، الاربعه نازلين 13 ريال. كمان في عرض على بيرفيتو، بيرفيتو 3 حبات 2 زائد 1 مجانا، نازلين من 20 85 هلله ل 14 ريال، يعني من 21 ل 14 ريال اللي هو البريفيتو 3 حبات. كمان في عرض هنا على تريفا، تريفا 6 حبات او 4 زائد 2 مجانا، بدلا من 27 نازل 18 ريال، 27 نازل 18 ريال. كمان ايطاليانو الثلاث حبات، 3 حبات نازلين من 15 8 ريال، مكرونه ايطاليانو. في كمان مكرونه اللي هي الجود، كل الانواع الواحده 400 جرام، نازل 2 حبه 7 ريال ونص بدلا من 10 ريال ونص، 7 ريال ونص بدلا من 10 ريال ونص. عروض المكرونه في بند هذا الاسبوع. عروض الارز المصري في بند، في عرض على ارز مصري صنوايت 5 كيلو نازل من 43 ل 37 ريال. صنوايت اللي هو ال 5 كيلو 37 او 36 ريال 95 هلله. كمان في عرض على ابو بنت، ابو بنت 5 كيلو نازل 25 بدلا من 44، 25 بدلا من 44 ابو بنت، ارز مصري برضو 5 كيلو. كمان في هنا عرض على ارز فريشكو 5 كيلو نازل من 37 ل 26 ريال، من 37 نازل 26 ريال. كمان في ارز ياسمين، ارز ياسمين الوها 5 كيلو نازل من 34، من 34 ل 26 ريال، برضو ده 5 كيلو. في كمان ارز هنا رويال اللي هو ارز الياسمين 10 كيلو رويال، ده نازل من 82 ونص ل 70 ريال، 82 نازل 70 ريال. عروض الارز المصري وعروض ارز الياسمين في بند هذا الاسبوع. عروض ارز بسمتي، عروض ارز بسمتي في بند هذا الاسبوع، نازل على ارز المها، ارز المها ده ارز بنجابي بسمتي المها 10 كيلو نازل من 93 ل 68، من 93 نازل 68 ريال. كمان في عرض على ارز بشاور عنبر ابو كاس اللي هو البني، ده نازل من 95 ل 80 ريال، من 95 نازل 80 ريال ارز بشاور. كمان في ارز ميزه، ارز ميزه بسمتي هندي 10 كيلو نازل من 70 ل 55، من 70 نازل 55. كل منتجات ميزه بتلاقوها سعرها بيكون حلو كده ومش غالي. في كمان ارز الوليمه 10 كيلو نازل من 100 ريال ل 70 ريال، الوليمه 70 ريال بدلا من 100 ريال، الوليمه ده 10 كيلو ارز بسمتي هندي. عروض الارز في بندا. كمان من عروض بند هذا الاسبوع عرض ورق العنب المعلب، ورق العنب المعلب في ميزه اللي هو 1 كيلو 15 جرام نازل 15 بدلا من 21. كمان في اللي هو حضرتك شطوره 1 كيلو 15 برضو جرام نازل من 27، ده عرض نصف الساعة، من 27 نازل 14 ريال. كمان من عروض ورق العنب المعلب في فيكتوريا، فيكتوريا 908 جرام نازل من 25 ل 17 ريال. كمان في برضو اللي هو حلواني اخوان 400 جرام نازل من 25 ل 19 ريال، 25 نازل 19 ريال. في كمان هنا برضو تريفا، تريفا 900 جرام نازل من 22 ل 14 ريال، من 22 نازل 14 ريال. عروض الشطه ومن اقوى العروض 3 زائد 3 مجانا، شطه حاره رنا 3 زائد 3 مجانا، عرض نصف السعر نازل 7.5 بدلا من 15 ريال، يعني عرض نصف السعر على شطه رنا. كمان في عرض على شطه اللي هي جودي، جودي الواحده 374 مللي نازله من 8 ريال ل 6 ريال. كمان في تويا 473 مللي برضه نفس الحجم اللي هي جودي، نازل الاثنين حبه، الاثنين حبه ب 9 ريال، يعني الواحده ب 4.5 بدلا من 12 ريال. في كمان شطه بيدر اللي هي 3 كيلو 5 كيلو، شطه بيدر 5 كيلو نازله من 30 ل 23 ريال، من 30 نازله 23 ريال، 5 كيلو شطه. الناس اللي بتحب الشطه، عروض الشطه. عروض المايونيز وعروض ال 10 ريال في المايونيز، في مايونيز هنا، مايونيز هنا 1 لتر
واحد لتر نازل من 17 ل 10 ريال 95 هلله. كمان في عرض على مايونيز اللي هو باندا، باندا برضو نازل من عروض ال 10 ريال، عبوه ضغطه 525 مللي كل الانواع منه نازل. شوف هو قليل الدسم او كامل الدسم، نازل 10 ريال 95 هلله بدلا من 18 ريال. كمان طبعا ده باندا كله. ده هنا كمان عروض اللي هو جودي، جودي مايونيز جودي 250 مللي نازل من 16 ل 10 ريال 95 هرل، برضه عروض ال 10 ريال في المايونيز. كمان في هنا صلصه ايطاليه جودي، تتبيله الصلصه نازله من 20 ل 10 ريال، نصف السعر 425 مللي 10 ريال بدل من 20 ريال. عروض ال 10 ريال. في هنا بقى عروض على هاينز اللي هو مايونيز بالتوم او الحار 400 مللي نازل 122.5 ل 18 ريال. كمان في عرض على مايونيز اللي هو جودي 946 مللي نازل من 23 ل 15 سواء قليل الدسم او كامل الدسم. في مايونيز السعوديه كمان، مايونيز السعوديه نازل 16 بدلا من 21 446 مللي. عروض المايونيز في باندا. عروض الطحينه في باندا، في طبعا من افضل العروض عرض اللي هو نصف السعر هنا او 1+1 مجانا، وعروض نصف السعر او 1+1 مجانا هنا كتير جدا. في طحينه الجميل اللي هي ال 250 جرام نازل 1+1 16 بدلا من 32 ريال. طحينه الجميل اللي هي 250 جرام 1+1 16 بدلا من 32، عرض نصف السعر. في كمان هنا طحينة باندا اللي هي 1 كيلو نازلة من 40 ل 24 ريال، من 40 ل 24 ريال. كمان في طحينة اللي هي حلواني اخوان النخلة نازل الكيلو من 48، من 48 ل 30 ريال، يعني توفير 18 ريال. كمان في هنا طحينة السعودية كلاسيك 300 ملي نازلة من 15 ل 10 ريال 95 هللة. وكمان برضو هنا في طحينة حمص السعودية 4 حبات الواحدة 135 جرام نازلة من 17 ل 13.5، وطحينة بيدر اللي هي 500 جرام نازلة من 24 ل 18 ريال، من 24 نازلة 18 اللي هي بيدر. عروض الطحينة طبعا، وأقوى عرض هنا عرض نصف السعر اللي هو طحينة الجميل 250 جرام 1+1 16 بدلا من 32 ريال. عروض مسحوق الغسيل طبعا، في حد طبعا سألنا في التعليقات على مسحوق الغسيل في باندا هذا الاسبوع، نزل عرض حلو جدا على جينتو اللي هو 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع نزل 1+1 مجانا 32 ريال بدلا من 64 ريال، 31 ريال 95 هللة بدلا من 64 ريال، اللي هو جينتو كل الانواع، في نوع اللي هو الرائحه الاصليه وفي اللي هو بالليمون، يعني كل الانواع 2.5 كيلو 1+1 مجانا 31 ريال 95 هلله بدلا من 63 ريال 95 هلله. جينتو في كمان جينتو برضو اللي هو 7 كيلو، 7 كيلو نازل من 68 75 هلله ب 37 ريال 95 هلله. جينتو في كمان اكسترا وايت، اكسترا وايت 5 كيلو نازل 26 ريال او 25 ريال 95 هلله بدلا من كام؟ بدلا من 55. اكسترا وايت 5 كيلو ب 26 ريال. طبعا في اكسترا وايت في النوع الاخضر وفي النوع الازرق برضه نفس السعر. في كمان هنا العملاق، العملاق ده 2.5 كيلو، يعني يعني اكبر من اللي هو جينتو، جينتو ده 2 كيلو وربع، العملاق ده 2.5 كيلو نازل من كام؟ من 31 ل 20 ريال، من 31 ل 20 ريال. وفي طبعا اللي هو نصف اوتوماتيك وفي اللي هو الاوتوماتيك نفس السعر. كمان في اللي هو بونكس، بونكس اللي هو كام؟ 7 كيلو نازل من 75 ل 50 ريال، من 75 نازل 50 ريال. في كمان العملاق، العملاق اللي هو كام؟ اللي هو 5 كيلو، العملاق 5 كيلو نازل من 54، من 54 نازل 40 ريال او 39 ريال 95 هللة. عروض مسحي الغسيل على العملاق وبونكس واكسترا وايت والعملاق برضو وفي جينتو.
عروض سائل غسيل الصحون، وفي عرض قوي جدا، عرض نصف السعر 1+1 مجانا على سائل غسيل الصحون اللي هو باندا 1 لتر نازل 1+1 مجانا 15 ريال. يعني هو كده حاسب لك اللتر ب 7.5 بدلا من كام؟ بدلا من 32 ريال. يعني نازل من 32 ريال ل 15 ريال 1+1 مجانا اللي هو باندا. كل الانواع، في اللي هو بالتفاح، وفي اللي هو العادي، وفي اللي هو بالليمون. كمان في عرض على جيف ده 750 ملي نازل اكثر من نصف السعر، برضو ده سائل غسيل الاطباق او الصحون 750 ملي نازل اكثر من نصف السعر، نازل ب 6.95 ريال هللة بدلا من 18 ريال. عروض قوية جدا في قسم المنظفات على سائل غسيل الاطباق. في كمان لوكس اللي هو 1 لتر 250 ملي، يعني 1 لتر وربع، نازل من 22 او من 21 ريال 95 هللة ل 11 ريال 95 هللة، او يعني هنقول من 22 ل 12 ريال. يبقى كده شفنا لوكس، وشفنا باندا، شفنا باندا وشفنا جيف. جيف ده 750 ملي، ولوكس ده 1 لتر و200، وباندا طبعا 1 لتر. في كمان جينتو، برضو جينتو نازل عرض هنا، جينتو اللي هو 2 مع بعض كده الواحد لتر، نازل من 16 ريال ل 13 ريال 12 ريال 95 هللة، يعني الواحدة ب 6.5. كمان في عرض هنا على ميد، نوع هنا اسمه ميد، 2+1 مجانا. الاثنين دول الواحدة لتر، يعني 2 لتر ونص، الواحدة التانية دي 500 ملي، ده نازل ب 10 ريال، يعني التلاتة دول ب 10 ريال، وده عرض حلو جدا برضو على ميد. وشوفنا جيف. في كمان سينوفا نزل الاثنين 2 لتر مع بعضهم، عرض خاص هو ب 10 ريال، الاثنين نازلين ب 10 ريال، يعني عروض حلوه جدا في سائل غسيل الاطباق. عروض باندا اللي هي عروض نصف السعر او 1+1 مجانا هذا الاسبوع، عروض حلوه جدا. كمان في عرض حلو جدا على مبيض الملابس، مبيض ملابس باندا اللي هو 3 لتر 78 ملي، نازل 1+1 مجانا، يعني بدلا من 40 ريال نازل 20 ريال، يعني الواحد ب 10 ريال. ده مبيض ملابس باندا 3 لتر 78 ملي، الحجم الكبير، مبيض ملابس باندا 1+1 مجانا، عروض نصف السعر او عروض 1+1 مجانا 20 ريال بدلا من 40 ريال. في كمان كولوريكس 3 لتر 78، نفس حجم باندا، نفس حجم باندا، نازل من 26 ل 18 ريال، يعني باندا عرض حلو جدا. في كمان الرهدان مبيض ملابس الرهدان، نفس برضو الحجم، 3 لتر 78 ملي، نازل من 20 ريال ل 15 ريال، يعني عرض باندا حلو جدا في مبيض الملابس. في كمان عرض هنا على فانيش ده اللي هو مزيل البقع، 3 لتر زائد 1 لتر مجانا، يعني 4 لتر، نازل من 70 ريال ل 45 ريال، من 70 ريال نازل 45 ريال. فانيش 3 لتر زائد 1 لتر مجانا، يعني 4 لتر. في كمان هنا نوع برضو سائل مبيض الملابس اللي هو كوينكس 3 لتر 79 ملي، ده نازل اكثر من نصف السعر، ده سعره حلو جدا يا جماعه، ده نازل من 20 ريال الواحد، نازل من 20 ريال ل 6 ريال 95 هلله، 6 ريال 95 هلله، من العروض القويه جدا، نازل اكثر من 60%، اكثر من 60%، يعني ده نازل ب 7 ريال، باندا نازل الاثنين ب 20، يعني الواحد كده محسوب ب 10. طبعا العرضين حلوين يعني، ولكن كوينكس ده يعني يعتبر افضل سعر. يعني من العروض القوية جدا اكثر من نصف السعر في المنظفات، في منظف متعدد الاسطح اللي هو كولوريكس، ده منظف متعدد الاسطح او متعدد مثلا الاستخدام، حجم بتاعه 709 ملي او 500 ملي، يعني في حجمين هنا، في 709 ملي او 500 ملي، ال 500 ملي نازل ب 9 ريال، وال 709 ملي برضو نازل ب 8 ريال 75 هللة، هو نفس يعني يعتبر نفس السعر، اكثر من نصف السعر، من العروض القوية هذا الاسبوع.
اوردر 5 ريال على منتجات باندا، في اللي هو سلك ستانل ستيل 2 قطع 2 حبة يعني باسم باندا، نازل من 6 ريال ل5 ريال. عروض الخمسة ريال، من 6 ريال نازل 5 ريال. سلك غسيل مواعين ستانل ستيل 2 قطعة 5 ريال اللي هو باسم باندا. كمان في فوط متعددة الاستخدام 3 حبات نازلة ب10 ريال، عروض ال10 ريال فوط 3 حبات باسم باندا برضو، منتجات باندا. في كمان هنا اسفنج للتنظيف، اسفنج للتنظيف باسم باندا، الحبة نازلة هنا 10 ريال، وعروض ال10 ريال من 18 ريال نازلة 10 ريال، 9 حبات الباكت فيه 9 حبات. ده اسفنج للتنظيف او للتنظيف يعني في المطبخ. كمان في عرض حلو جدا على غسول الوجه اللي هو الهيمالايا او نيفيا 100 ملي او 150 ملي، شكل ووفر اي نوع من الانواع دي، اللي نازل عروض 1+1 مجانا بدلا من 74 نازلة 30 ريال، اكثر من نصف السعر، كمان اكثر من نصف السعر اللي هو غسول الوجه هيمالايا او نيفيا. كمان نيفيا هنا هي غسول الوجه برضو بدلا من 74 نازلة 30 ريال، من العروض القوية هذا الأسبوع. عروض ال5 ريال على منتجات باندا اللي هي أعواد القطن، أعواد القطن هنا نازل هنا 100 حبة ب5 ريال بدلا من 14 ريال، عروض ال5 ريال في باندا على منتجات باندا، 5 ريال أعواد القطن بدلا من 14 ريال، منتجات قطن باندا خصم أكثر من 60%. كمان في القطن ده طبعا الناس بتستخدمه في التجميل، وبتستخدمه برضو يعني ليه استخدامات كتيرة جدا. القطن ده دائري 120 حبة، 120 حبة الباكت فيه 120 حبة، نازل ب4 ريال برضو 95 هللة او 5 ريال. في اعواد قطن متعددة الاستخدام 300 واحدة او 300 حبة في العلبة، نازلة من 17 ريال برضو 5 ريال. يعني منتجات باندا القطنية دي كلها 5 ريال يا جماعة. عواد قطن للأطفال برضو هي 5 ريال بدلا من 12 ريال، ده للأطفال. في برضو هنا أكياس دي كلها قطنية، قطن دي كلها ضمادات يعني دي للجروح كمان، يعني من الحاجات اللي ممكن تستخدمها في البيت برضو، نازل من 26 لخمسة ريال. شايفين قوة العرض، من 26 ريال نازل لخمسة ريال، فطبعا عرض حلو جدا على منتجات باندا في القطن وفي اعواد القطن برضو اللي هي 200 حبة وال 300 حبة، برضو ال 200 حبة وال 100 حبة، ال 200 حبة وال 100 حبة وال 300 حبة، واللي هي للاطفال كله ده نازل ب5 ريال او 4 ريال 95 هللة. عروض الحليب المحلى المكثف، في نسلة اللي هو 370 جرام نازل 2 حبة 16 ريال بدلا من 24 ريال، 16 ريال يعني الواحدة ب8 ريال. في كمان هنا المراعي هنا بالحبة بقى 397 جرام بدلا من 12 نازلة 8.5 اللي هي المراعي. في كمان من عروض الحليب المحلى المكثف، في هنا ابو كوس 397 جرام نازلة من 10.25 ل 8 ريال 95 هللة، ابو كوس. في كمان لونة نازل على العبوة الترويجية، عبوة ترويجية 2 × 395 جرام او ملي، نازلة من 17 ل 15 ريال، 2 × 15 ريال يعني واحدة ب7.5. في مليزيانا دي 500 جرام شبيهة حليب محلى مكثف، نازلة ب7 ريال بدلا من 9 ريال، 7 ريال بدلا من 9 ريال. دي كل عروض انواع الحليب المحلى المكثف. عروض على حليب جوز الهند، حليب جوز الهند باسم هنا، شركة هنا، نازل 2 حبة ب10 ريال بدلا من 13 ريال. حليب جوز الهند اللي هو هنا ده، الواحدة كام؟ الواحدة 400 جرام، نازلين من 13، الاتنين من 13 ل10 ريال يعني الواحدة ب5 ريال. في كمان قشطة جوز الهند هنا نازلة من 8 ريال ل7.5 يعني تخفيض 0.5 ريال او 45 هللة.
7.5 بدلا من 7.95 ريال. هل قشطة جوز الهند؟ طبعا هنا الحليب حليب 100% جوز الهند، هنا غير القشطة قشطة جوز الهند دي. قشطة جوز الهند الواحدة ب7.5، وهنا حليب جوز الهند الواحد الاتنين ب10 ريال، الواحدة ب5 ريال، والاتنين طبعا شركة هنا. العصائر الطازجة في المراعي الواحد لتر ونص نازل الاتنين حبة، بدلا من 18 ريال نازل 15 ريال، او بدلا من 17.90 هللة نازل 14.95 هللة. طبعا عصائر المراعي بدون سكر، الحبة الواحدة لتر و400 جرام. طبعا كل اسبوع كان بيكتبوا ان العرض لا يشمل البرتقال، يعني نخلي بالنا ان بتكون على انواع مختارة، انواع معينة هي اللي بيكون نزل عليها العرض. في كمان عرض على الصافي، عصائر الصافي العصير اللي هو الصافي العضوي 1 لتر نازل من 16.5 ل13.95 هللة 1 لتر. في كمان عرض على عصائر ندى، عصائر ندى لتر و300 نازل الاتنين حبة ب15.5 بدلا من 17 ريال. طبعا نخلي بالنا بيكون على انواع مختارة. في كمان المراعي اللي هو 1 لتر ده عضوي، ده نازل برضو 14 ريال بدلا من 17 ريال، الحبة الواحدة اللي هو 1 لتر 14 ريال بدلا من 17 ريال، عروض العصائر الطازجة. عروض حليب الأطفال، يعني في ناس كتيرة جدا بتحتاج حليب أطفال، فهنشوف العروض اللي نازلة في بندا. في عرض هنا على حليب أطفال نانا نان، عروض على حليب أطفال نان 1 كيلو 800 نازل من 187 ل130 ريال، أو 186.95 هللة ل129.95 ريال. عرض على حليب نان 3، حليب نان 3. في كمان جولد S26، جولد S26 800 جرام نازل من 76، ده عرض حلو جدا، من 76 نازل ل56، يعني نازل عرض توفير 20 ريال. كمان في الاتنين اللي مع بعض ده اللي هو S26 جولد، اتنين مع بعض بس ده حجم كبير، 2 في 1 لتر و800 نازل من 322 ل226، من 322 ل226. كده شفنا نوعين نزل عليهم عرض. في كمان نوع تاني اللي هو سيملاك، سيملاك 3، يعني من 1 سنة ل3 سنوات، حليب المرحلة الثالثة، سيملاك جولد 800 جرام، 800 جرام نازل من 93.5 ل75 ريال، 75 ريال. في برضو هنا سيملاك، برضو هنا المطور، سيملاك مطور جولد 3 برضو، ولكن ده حجم كبير، 1 كيلو 800 نازل من 180 ل144، من 180 ل144. شفنا ثلاث انواع كده. كمان في برضو عرض هنا على حليب برضو الاطفال اللي هو هيومان ليتل هيروز 3 برضو، ده نازل برضو، ده 1 كيلو 600 نازل من 161 ل112.5، من 160 نازل 112.5، حليب الاطفال. كده شفنا اربع انواع. في كمان اللي هو البيدياشور، بيدياشور في منه نوعين، في نوع منه 850 جرام بالفانيليا او بالشوكولاتة اللي هو مكتوب عليه 10 بلس، ده نازل من 196 هللة، او من 107 ل75 ريال، نسبة خصم حلوة برضو. في كمان النوع التاني اللي هو 900 جرام، 900 جرام ده نازل من 120 ل77 ريال، 77 ريال، يعني الفرق بينهم في العرض كام؟ 900 جرام ده 77 وال 800 جرام 75، يعني الافضل تاخد اللي هو 77. بيدياشور، بيدياشور، ولكن ده مكتوب اللي هو اكبر من 3 سنوات، اكبر من 3 سنوات، ده ممكن يكون اللي هو اقل من 3 سنوات، او يعني برضو عروض حلوة على بيدياشور، عروض حليب الاطفال. في كمان عرض هنا على السيريلاك، سيريلاك ده حبوب اطفال بالقمح والتمر، 1 كيلو نازل من 77
ل 53 ريال او 52 ريال 95 هللة. في كمان برضو سملاك 1 كيلو برضو هنا ده نازل من 70 ل 49، من 70 ل 49، يعني في نوعين من السملاك كده. في نوع مكتوب عليه 6 شهور، وفي نوع هنا 7 شهور. النوعين هنا نازلين عرض، هنا في نوع نازل ب 53 وفي نوع نازل ب 49. عروض حليب الأطفال في بند هذا الأسبوع. بنختم الفيديو بعروض حليب الأطفال. أتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه في المشروبات والحليب، كل أنواع المشروبات في بند هذا الأسبوع. أتمنى الناس كلها تكون استفادت. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، كونوا معنا دايما كل يوم، معنا جديد من كل مكان. هنختم بالدعاء اللي احنا بندعي بيه كل فيديو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ما تنساش الذكر اللي احنا قلناه في بداية الفيديو. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اتمنى يعني ادعمونا باللايكات والاشتراك يا جماعة. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.